التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة شوطنا العاشر في انطلاقات هذا الصباح والأشواط العامة. نتابع هذه المسيرة وهذه الأعداد من خلال هذا الشوط العاشر، 60 اسم مشارك معنا في هذا الشوط. أسير مشاهدينا متابعينا الكرام إلى البداية وإلى الصدارة هناك ومقدمة الشوط وأول المراكز. أتابع هنا الطليلي محمد بن مسعود بن علي الغفران المري هنا مع أول المراكز وثاني المراكز. وتابع من الجانب الآخر شاهين علي بن صالح بن حسين بن علي الجرحب هنا قادم مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. وصول وانطلاق مشاهدينا الكرام من شاهين محمد بن عبد الله بن أبخوت العامري هنا أيضا يصل ثالثا، ولكن أتابع من الجانب الآخر التقدم في هذه اللحظات. من يتقدم وينطلق بدوره سراب جابر بن صالح بن علي بن حمد بن ضرمان هنا قادم، وخامس الأسماء صوغان حمد بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة هنا يصل خامسا في هذا الشوط. هكذا النداء مشاهدينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة معنا في هذا الشوط وفي هذه المنافسة. أعود إلى البداية هناك أتابع مقدمة الشوط والصدارة. هناك البداية مع شاهين علي بن صالح بن حسين بن علي الجرحب هنا مع مقدمة الشوط. ينطلق شاهين على البداية وعلى الصدارة وثاني الأسماء. أتابع هنا القادم والمنطلق سراب جابر بن صالح بن علي بن حمد بن ضرمان هنا قادم مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. وصول في هذه اللحظات وانطلاق من صوغان حمد بن بخيت بن هلال العذبة هنا ينصل وينطلق ثالثا في هذه اللحظات، ولكن القادم شاهين محمد بن عبد الله العامري هنا يصل رابعا في هذه اللحظات. ومن الجانب الآخر أتابع القادم والمنطلق في هذه اللحظات مع خامس المراكز شاهين حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد بن مسعود هنا أيضا ينطلق خامسا. وأختتم النداء مع شاهين في هذا الشوط وفي ندائنا الثاني مشاهدينا الكرام متابعي قناة الريان. منافسات ميدان الشحانية تحديات سن الأجذاع خامس الأيام ضمن هذا المحلي الثاني. أعود إلى البداية هناك أتابع الصدارة وانطلاقة البداية مع شاهين ولكن التغيير من سراب جابر بن صالح بن علي بن حمد بن ضرمان هناك مع البداية والصدارة، ولكن أتابع شاهين علي بن صالح بن حسين بن علي الجرحب هنا منطلق مع ثاني المراكز، ولكن أتابع القادم. وصل في هذه اللحظات صوغان حمد بن بخيت بن هلال العذبة مع ثالث المراكز. وصلت الأسماء وصلت الشعارات، بدأنا بالاقتراب والانعطاف، ولكن القادم وصل الفاخر سالم بن خجيب سالم بن عايض العذبة هنا قادم في هذه اللحظات. وهنا من الجانب الآخر الله الله يا القادم، وصل شاهين حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد بن مسعود الله هنا قادم في هذه اللحظات، ولكن الهجوم في هذه اللحظات. أتابع القادمون ولكن أعود مع لافتة الكيلو الأخير. الله يا البداية الله يا الصدارة مع سراب على مقدمة الشوط جابر بن صالح بن علي بن حمد بن ضرمان هنا مع مقدمة الشوط مع البداية الأولى، ولكن الله القادم وصل شاهين مع ثاني المراكز حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد بن مسعود. وصل بن مسعود هنا يقدم شاهين مع ثاني المراكز، ولكن من الجانب الآخر من بدأ بالظهور. أتابع القادم في هذه اللحظات هناك من الجانب الآخر من ينطلق في هذه المنافسة في هذا التحدي. الله الله ثلاثية على البداية على الصدارة، ولكن سراب جابر بن صالح بن علي بن حمد بن ضرمان، وهنا شاهين قادم مع ثاني المراكز حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد بن مسعود، ولكن هناك رقم محجوب إلى هذه اللحظات. من يصل في هذه اللحظات وينطلق الجذاب حمد بن سالم بن حمد
الجربوعي المري، ولكن بدأ الهجوم هنا القادم الجبيل موسى بن عبد الرحمن بن محمد الشلوي، وصل الشلوي، وصل أهالي النعيرية هنا مع هذه اللحظات، ولكن هناك غزيلان ناصر بن عبيد بن سعيد الزرعي، ولكن أعود إلى سراب، سراب مع البداية مع اللحظات الأخيرة، سراب مع مقدمة الشوط، جابر بن صالح بن علي بن حمد بن ظرمان هنا يظفر بالناموس، يظفر بهذا الانتصار، ولكن الله تابع هنا أيضا سراب ولحظة وصوله إلى خط النهاية، تهانينا والناموس ثاني المراكز. من وصل مع ثاني المراكز فارس بن معدود بن محمد المزروعي، وثالث المراكز ثالث المراكز كان الوصول من العدملي سعيد بن محمد بن سعيد بن علي، من وصل مع ثالث المراكز، ورابع المراكز رابعا كان الوصول مشاهدينا الكرام من الجبيل موسى بن عبد الرحمن الشلوي، وخامس المراكز خامس المراكز غزيلان ناصر بن عبيد بن سعيد الزرعي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، نعود بالتوقيت الزمني 6:16 وجزء واحد من الثانية توقيت سراب، تهانينا وناموس لجابر بن صالح بن علي بن حمد بن ظرمان على هذا الفوز ثاني، والسلام يذهب إلى أم المقارين مع هذا الصباح، تهانينا وناموس ثاني المراكز. كان الوصول من منبع توقيته الزمني 6:16:07 من الثاني، تهانينا وناموس لفارس بن معضد بن محمد المزروعي على أيضا حصول منبع على ثاني المراكز ثالث المراكز. كان الوصول مشاهدين الكرام من العدملي توقيته 6:17 وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس سعيد بن محمد بن سعيد بن علي بن سويري، تهانينا والناموس.